الطبقة الأرضية تتكون من صندوق مكتب الاستقبال والتوجيه قاعة للجلسة المشتركة للشهادة القضائية تعريف إلى السيد عبد الرزاق بكير رئيس المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط تحت إشراف السيد الرئيس الأول لمحكمة استئناف إداري بالرباط. الموضوع تعيينكم للقيام بمهام رئيس أول. سلام تام بوجود مولانا الإمام دام له النصر وتأييد. الله فرعيا لما اقتضته المصلحة القضائية وبناء على القرار الذي اتخذه المجلس أعلى للسلطة القضائية خلال اجتماعاته المنعقدة برسم دورة تشبه 2023 بتعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة وموافقة الجلال الشريف أسماه الله وعز أمره. الله يبارك في عمار سيدي، الله يبارك في عمار سيدي، الله يبارك في عمار سيدي. اليوم تم تدشين افتتاح المحكمة المؤقتة الاستئناف الإدارية والمحكمتين المؤقتين في الاستئناف الإدارية والاستئناف وعفوا الابتدائيه الاداريه في انتظار ان نكملوا اجراءات وانهاء المشروع ديال المحكمتين اللي غادي يكون في وسط المدينه. والان اصبحت اصبحت طنجه تملك محكمه استئنافيه اداريه ومحكمه ابتدائيه اداريه، وبعد قليل سندشينوا محكمه الاستئناف التجاريه، وهذا في اطار تقريب تقاضي المواطنين وتسهيل المواطنين للولوج الى المحاكم، لان التقاضي حق اصلي للمواطن، والمواطن هو يمكن أن يفوضه لمن يشاء أو يوكله لمن يشاء. شكرا. احتفل اليوم جميعا بحدث تاريخي ومفصلي في تاريخ القضاء المغربي، وهو إحداث محكمة استئنافية إدارية بطنجة وكذلك صنوتها المحكمة الإدارية الابتدائية. وهذا الاحتفال يعطي عدة مؤشرات عن الرغبة الحقيقية للمسؤولين لا بالنسبة لوزارة العدل ولا بالنسبة للسلطة القضائية في تقريب القضاء من المواطن، تكريس واحد استراتيجية قضائية، تحقيق الجهوية القضائية، الجهوية القضائية بمعنى أن القضاء يكون في كل جهة وخاصة المحاكم المختصة. ونحن كما عبرت عن ذلك في الكلمة التي ألقيتها بمناسبة عمل التنصيب عن التزامات ومبادئ ستشكل خارطة الطريق لهذه المحكمة. أولها أن تحقيق خدمة قضائية فعالة شفافة حديثة في أفق خلق محكمة نموذجية، محكمة رقمية نموذجية، وكذلك خلق نوع من التراكم القضائي الإيجابي بالنسبة للمواطن وكذلك بالنسبة للإدارة، تحقيق واحد نوع من التوازن القضائي وتحقيق واحد الثقة المجتمعية في القضاء. بالجسد هب فتى لب إدا في فمي وفي لبها رئيس المحكمة الابتدائية التجارية ببيضاء تحت إشراف السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بها. الموضوع تعيينكم للقيام بمهام رئيس أول. اليوم كيف ما لاحظتوا على الأمر يتعلق بمراسيم أولا تدشين هذه المحكمة باعتبار أن هذه المحكمة تم إحداثها لأول مرة بمدينة طنجة، ثم مراسيم تعييني رئيسا أولا لهذه المحكمة وتعيين السيدة الوكيلة العامة لديها. طبعا إحداث هذه المحكمة جاء في إطار الأهمية القصوى التي
تعرفها هذه المدينة على مستوى الاقتصادي بالدرجة الأولى. والغاية من إحداث هذه المحكمة هو تقريب القضاء من المنتقدين في هذه الدائرة، علما على أنه كما أشار السيد الوكيل العام في كلمتها أن المنتقدين في هذه الدائرة كانوا يعانون عناء كبير بالانتقال من طنجة إلى مدينة فاس. فالحمد لله بإحداث هذه المحكمة كما قلنا تم تقريب القضاء، يعني تجسيد تقريب القضاء من المنتقدين بإحداث هذه المحكمة بهذه المدينة الاقتصادية بامتياز. الأحضار بتجديد الثقة المملوكية الثانية لصاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس أسماه الله وأعز أمره، بعد اقتراح من مجلس الأعلى للسلطة القضائية ليتم تنصيب اليوم وكيلة عامة للملك بمحكمة الاستئناف التجارية بطنجة. هذه المحكمة التي أحدثت بناءً على التغيير الذي عرفته الخريطة القضائية للمملكة، وكذلك التنصيب ديالي وديال السيد الرئيس الأول لهذه المحكمة. بالطبع إحداث هذه المحكمة كيجي في إطار سياسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل، وهي تقريب القضاء من المواطنين وتيسير الأمور وتوفير الوقت وطول المسافة على المواطن وعلى مساعدي القضاء أجمعين، لأنه كما تعلمون أن محكمة الاستئناف التجارية كانت كتولد في مدينة فاس، وبالطبع البعد وتكبد المصاريف وتحملها والانتقال من مدينة طنجة إلى مدينة فاس ليس بالسهل، وبالتالي كنتمنى أن طنجة تكون يعني حققت واحد الإنجاز كبير بإحداث هذه المحكمة بها وسهولة الخروج